وعن تغول البضائع الإيرانية في السوق العراقية والأضرار التي تسببها للمنتج العراقي في ظل دعوات لمقاطعة البضائع الإيرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي. أستاذ إبراهيم، بداية مرحبا بك. رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية أعلن أن صادرات إيران للعراق خلال العشرة أشهر الأخيرة بلغ 38 مليار دولار. أغلب هذه السلع لها بديل في العراق. السؤال، لماذا يتم استيرادها إذن من إيران؟ شكرا جزيلا لك وتحياتي إلى جميع مستمعيكم ومشاهديكم في جميع أنحاء العالم. حياك الله أستاذ. حقيقة الأمر أنه الموضوع عندنا في العراق ملفت للنظر. اولا شن هجوم على مراكز كاتراب، واني اخذ بالامثله يعني المصانع الصغيره بعد 2003 وفي مقدمتها مصفى بيجي لتصفيه البنزين والاخر، هو وتفكك وبيع سكراب حديد سكراب. كل هذه المراكز الإنتاج الزراعي وحرق المحاصيل الزراعية هي في الحقيقة لتدمير موجود من هنا ومن منتج في العراق. يلجأ العراق السوق اللي هي إيرانية بغض النظر عن صلاحيتها، لأنه احنا نعرف انه اكتشفت السلطات العراقية هناك مكانات تعيد تصنيع الأغلفة للأدوية الإكسبايرد وبعشرات آلاف الأطنان، وهناك منتجات تدخل العراق إكسبايرد منتجات غذائية، وهناك منتجات غذائية على قرير ونشرت عنه بالبي بي سي البريطانية العربي تقرير مفصل عن بعض المنتجات الإيرانية، أي بمعنى أنه يضيفوا لها المادة الحافظة بنسب زيادة حتى يطول عمرها أكثر. صحة. وإحنا نعرف وأنتم تعرفون كل زين أنه أمراض السرطان شائعة في العراق اليوم من هذه الأوبئة، ليس فقط من الحروب إنما حتى من المواد الغذائية المسممة المنتهية أو المادة الحافظة تكون نسبتها أكبر وأكثر خصوصا جهلا. فهذا الحقيقة هذا ملفت لك نظر، وأنت شوف الآن لا توجد حتى الورشات الصغيرة، تدمر وتتلف وتفك، هذه كلها تمهيد لفتح الأبواب والحدود للمنتج الإيراني. المنتج الإيراني في إحجام عنه، إحجام شعبي، يعني ولا يصلح للغذاء. مع وجود المنتجات الغير صالحة للاستهلاك البشري، وأيضا مع وجود الأدوية المغشوشة مثل ما تفضلتم، يعني مع انتشار الأمراض الخطيرة القاتلة والفتاكة كالسرطان في العراق، أطلقتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي منذ أمس حملة شعبية لمقاطعة المنتجات الإيرانية. ترى ما المنتظر بالنسبة لكم من هذه الحملة، وخاصة يعني أنتم تتوقعون تفاعلا مع دعوتكم لمقاطعة البضائع الإيرانية، لا سيما ومر يوم كامل على إطلاق الحملة؟ احنا عندنا في العراق إحجام شعبي على الإيرانية، لكن احنا نتوق إلى أن هذه الحملة تشمل البلدان العربية. المسألة خطيرة أنه البلدان العربية بالمواد المالحة للاستهلاك البشري في ظل يعني تسلط، يعني بالوقت اللي احنا حدودنا مفتوحة ممكن نستورد من أي إلا من أجل إيران. يعني الألبان شنو يعني قيمة إنتاجها وصعوبة إنتاجها؟ الفلاحين يسوون ألبان، ينتجون ألبان، المصانع الألبان منتشرة في كل مكان العراق، لماذا هذه المصانع تعطل مثلا؟
وثيقة تامة أنه في العراق هناك حملة في الحقيقة ناجحة وكانت سباقة. طيب. أستاذ إبراهيم إلى ما ترجع هذا التفاعل الكبير مع الحملة لا سيما من قبل الشباب العراقي؟ سمعة المنتج الإيراني معروفة تاريخيا، يعني مو الآن أنا أتكلم عنها، ممكن لا يسع الوقت حتى أقولها. كبير تجار كبار من مختلف البلدان العربية وقعوا في مطبات مع التجار الإيرانيين أو مع المنتج فايرد ولا تصلح الاستخدام البشري، وهذه مسألة مو جديدة، مسألة الغش. فوق ذلك كله، فوق هذا كله، مع إيران محتلة للبلد للعراق. نعم واضح. تبيع الحاجات المزابل اللي عندها بدولارات في نعم. العراق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم العجيلي، ونعتذر جدا عن عدم وضوح الصوت من المصدر. شكرا جزيلا. عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لكم.